بعد مسلسل طويل كان طرفيه الجامعة الملكية لكرة القدم والاتحادية الإسبانية، وعنوانه كان إبراهيم عبد القادر دياز. شارك البطل بقميص منتخب بلد أجداده بعدما أدار ظهره لبلد الإقامة والنشأة، وفي 4 مباريات رفقة المنتخب المغربي رفضت الكرة أن تدخل الشباك باسم إبراهيم دياز، رغم أنه كان دائما ما يزورها في إسبانيا بغض النظر عن الدقائق القليلة التي منحها له الإيطالي كارلو أنشيلوتي. إبراهيم عبد القادر دياز شارك في أول مباراة أمام أنغولا في التوقف الدولي لشهر مارس، ولم يحالفه الحظ كي يسجل أول هدف له. وفي المباراة الثانية أمام موريتانيا كان مصيرها كمصير الأولى، ثم عاد إلى ناديه ريال مدريد، ومن أول مباراة منح تمريرة حاسمة أمام بلباو، ثم هدفا وتمريرة حاسمة أمام قادش، وبعد هدفين أمام غرناطة وتمريرتين حاسمتين أمام فياريال، حل التوقف الدولي لشهر يونيو، وعين إبراهيم على هدف يكسر به سيامه بعد مباراتين متتاليتين. فكانت زامبيا ثالث مباراة له رفقة الأسود، منح فيها تمريرة حاسمة، أما الرابعة أمام الكونغو كان مصيرها كمصير الثالثة. عاد إبراهيم مجددا إلى عاصمة إسبانيا، لن نقول أنه عاد بخيبة أمل، فأداؤه كان لا ينقصه إلا ذلك الهدف، ولكن هكذا هي البدايات يا إبراهيم، وما أصعبها سجل هدفا أمام تشيلسي في الكأس الدولية، ومنح تمريرة حاسمة، وكأنه يصب غضبه في أوروبا، وقبل أسبوع تقريبا سجل هدفا رائعا ومنح تمريرة للبرازيلي إنريك أمام بلد الوليد. وأمام هذا النحس الذي يطارد إبراهيم كانت عينه على مباراة الجابون، ولم تمر سوى 8 دقائق فقط انسل عبد الصمد الزازوري واصطاد ضربة جزاء، ضربة كانت بمثابة فرصة من أجل أن يفك دياز العقدة. تقدم للكرة أشرف حكيمي كي يهدئ الأوضاع، بينما إبراهيم كان يتحين الفرصة، ثم جاء حكيم ومسك الكرة، دار بينهما نقاش ودي، لكن على ما يبدو زياش كان مصرا على تنفيذها، ثم عاد إبراهيم أدراج الرياح بينما حكيمي كان يواسي ويهدئ الأوضاع. هذا الرجل صراحة يستحق أن يكون قائدا. يتقدم زياش والهدف الأول. زياش بطريقة استعراضية على طريقة الشهيرة بانيكا. بعدها أضاع أوباميونغ ضربة جزاء، ولم تمر سوى 15 دقيقة عن الواقعة الأولى، اصطاد السوبر سفيان رحيمي ضربة جزاء من لا شيء. رحيمي وبالنظر لمجهوده الفردي كان ينوي أن يسددها، لكن زياش رفض ذلك، ثم جاء دياز يلح عليه من جديد، لكنه عاد بخفي حنين بينما نايف أكرد تقمص دور حكيم هذه المرة وبدأ يواسي في إبراهيم دياز. ركلة جزاء، ركلة جزاء ثانية، ركلة جزاء ثانية لكن ما أثار إعجابي هو عندما سجل حكيم زياش، ذهب ليعانق إبراهيم دياز. وبكل أمانة تمنيت لو ترك زياش الكرة لإبراهيم، أولا من أجل تعزيز الأخوة بين اللاعبين، وثانيا من أجل أن يسجل إبراهيم أولى أهدافه وهو الذي سئم من الانتظار، لكن في المقابل فذاك حق زياش، وكل لاعب ينبغي أن يحترم التسلسل الهرمي، وهو نفس الاتجاه أكده وليد الركراكي بعد رباعية الجابون. لا بالحق ما كايناش هادشي في الكرة، إبراهيم دار الخدمة ديالو باغي يضرب نورمال، حكيم دار الخدمة ديالو هو الأول في لي بينالتي، بقى في لوغدغ، حكيم هو الأول والثاني هو رحيمي والثالث كان إبراهيم
دونك وقلت لهم في الاخر جرب حكيم كان باغي يضربوه حس يضربوه ماركاها بالحق في الاخر يهدي الكره شحال مره كنشوفوا الدراري كيبغيو يضربوا لي بينالتي في الاخر لورد غايت ريسبكتي وابراهيم من بعد ما طرا والو طلب له يضربه ما شفتش انا شي حاجه اكثر من هادشي ملي طلب له ياخر قالوا لا كنحس مازال نضربه ضربه من بعد بحال اللي كنقول حنا ني با لا بور ريغالي ولا باش نديرو يا ان اوردر وابراهيم هادشي اللي كنا كنسناو منه يماركي في التيران ماشي بحال اللي كتقولوا نتوما كنحتلو باش يماركي البتلول جا وما بعد العسر يسر وبعدما قدم ابراهيم مباراه رائعه امام الكابون وكان قريبا في الكثير من المرات ان يزور شباك رفقاء اوباميونغ جاء الفرج بعد 5 مباريات بالتمام والكمال عندما انطلق قطار بني ملال عبد الصمد الزازولي كالسامي على الرواق الايسر ومن كرة طائشة خطف ابراهيم باليسرى ودشن اول هدف له بقميص المغرب ثم ذهب ليحتفل بطريقته الخاصة ملي دار ديك النية اللي كنقول جا وماركا ودابا يمكن غيترخى وغيكون مرتاح بالحق لوردر اللي تي ايتابلي ولا كنا قلنا لوردر ديال لي بينالتي وما كانوش احترمو هنا تقدر تقول لي الحكم اللي نحترمو جرب وعنده الصح ابري واخا يكون كابيتان بالعكس كابيتان فوق كي لي اون اوتوريتي ويتبع الهضره ديال المدرب دونك هادشي اللي طرا مي بجول فامين شفتو حتى في دوزيام ميتون شحال لي كومبينيزون نو سي ان ايبي فينومين ما كنديهاش حتى فيها لم تنتظر صحيفه ماركا الاسبانيه حتى تنتهي المباراه وخرجت بمقال تصب فيه الزيت في النار وتصف فيه زياش أنه حرم إبراهيم من ركلة جزاء وأنهما تجادل في منطقة الجزاء وأن زملائهما تدخلوا لتهدئة الأوضاع الله عليك يا خالتي ماركا في المقابل رأيت تعليقات الإسبان مليئة بالحقد والكراهية حيث علق أحد الإسبان قائلا إبراهيم أراد المغرب حسناً خذ المغرب بصراحة ملي كتصوروا ما كيضحكش بزاف كيبان لك بحال واحد الولد اللي ديما ملي كاين واحد اللاعب جديد هو الاول اللي كيمشي لعنده وكيدخلوا في الجروب ومع ابراهيم دارها وكيتفاهموا بالعكس واي كويري كيبغي يلعب مع كويري هادشي اللي خصك تعرف مع الزرق ما كيبغيوش يلعبوا دونك بالعكس بجوج بهم مفاهمين بجوج بهم باغيين يديروا ليستوار مع المغرب وبجوج بهم عايشين مزيان دونك ما كايناتش هاد علاقة وعرف شنو باغي يقول مراد دابا حنا عندنا فرقه دراري جدادين جايين وفحال اللي حنا كنفتشوا على البوز باش نديروا المشاكل اللي فين ما كاينش كلشي غادي مزيان ربحنا لعبنا مزيان تفاهموا كي واش كيبوسوا بيناتهم ولا كياكلوا بيناتهم زعما ما عندها حتى علاقه هما ملي كيدخلوا كيلبسوا القميص كيبغيو يتقاتلوا على المغرب كيتفاهموا دونك هادشي غلط